السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الغاليين في كل مكان، أهلا بكم. النهاردة قررت إن أنا أروح أصطاد سمك. طبعا الموضوع ده ما عملتوش بقالي سنين كتير قوي، فقلت أجرب النهاردة وأطلع أصطاد. زي ما أنتوا شايفين أنا دلوقتي خارج عشان أروح أصطاد الفجر، واخد معايا الصنارة واخد معايا الحاجة اللي أصطاد بيها، وتعالوا مع بعض نروح نشوف هننقي المكان اللي هنقعد فيه ونشوف هنقعد فين كده. يلا بينا. كده يا شباب احنا وصلنا للمكان اللي هنصطاد فيه. لقينا الجميزة دي زي ما انتوا شايفين كده، هنقعد تحتها وهنبدأ ان احنا نصطاد. بس طبعا ده اخويا محمد اهو بيجهز الصنانير عشان هننزل دلوقتي نصطاد، وكمان يكون النهار طلع شوية عشان نشوف، لان احنا نازلين من غير فسفور فعشان نعرف نشوف ان احنا نصطاد. النهاردة احنا نصطاد جايبين معانا عجين وجايبين معانا غلة، هننزل بيهم ان شاء الله على المية ونصور لكم، وادعوا لنا بقى ان احنا ايه نغرق الدنيا سمك كده. وده يا شباب كده احنا بقالنا دلوقتي النهار طلع اهو، وبقالنا اكتر من ساعة بنصطاد ولحد دلوقتي مفيش سمكة طلعت تفت في وشنا، فمش عارف العيب بقى كده مننا ولا العيب من يعني ولا العيب من السمك ولا العيب من الطعم، لسه هنشوف. ولو كده ما ظبطتش معانا هنغير المكان دلوقتي. بس لحد دلوقتي احنا قاعدين دلوقتي مستنيين اي سمكه تكون راحه تجيب اي حاجه كده تاكل مننا، يمكن ربنا يسهل. بصوا يا شباب، بعد ساعه ونص من الصيد ربنا كرمني بالشرايه دي، طبعا هرميها لامها دلوقتي لانها زمانها بتعيط عليها دلوقتي. كده يا جماعه احنا قربنا كده على الظهر اهو، وبرضو قاعدين منتظرين، ويعني كده احنا لازم نمشي دلوقتي لان الشمس بقت حرقت لنا دماغنا. والسمك يا جماعه يعني نصيحتي ليكم، السمك ما تحبوش تصطادوه من الميه، السمك تروح تشتريه من اي سوق، تشتري اللي انت محتاجه. انما لو انت معتمد انك تصطاد وتجيب شويه سمك، مفيش اي حاجه، السمكه حتى طلعت تفت في وشنا. طبعا كده يبقى الفيديو انتهى وما استفدتوش انتوا منه اي حاجه. شكرا ليكم.